تتواصل انطلاقات صباح هذا اليوم، تستمر الإبداعات الصباحية على أرضية هذا الميدان بعدما انتهينا من أشواط المشتركات وتابعنا المتعة بستة أشواط. ينطلق شوطنا السابع وأول أشواط الصعوب، أول تدشين اسم في هذا العالم الساحر. انطلق شوطنا السابع والشوط الرئيسي للصعوب، نتابع الصدارة مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول متعبة سالم بن صالح بن مسلم الروتري يأتي على البداية ويقدم لنا متعبة، بينما المركز الثاني الوصول والحضور من الشاهدية وحميد بن محمد العويسي يتقدم راعي الخوارة وشعاره، بينما المركز الثالث أيضا الشاهدية وحميد بن محمد العويسي يقدم اسمين في هذا الشوط بحثا عن الانتصار، ولكن متعبة على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. تتقدم في هذه اللحظات بشعارك الروتلي يبدأ بأول انطلاقة الصعوب في صباح هذا اليوم. هذه هي متعبة سالم بن صالح بن مسلم الروتلي على الصدارة، بينما المركز الثاني وصل في هذه اللحظات بمظفر من خلال تواجد شعاره مع المركز الثاني، ولكن متعبة على الصدارة، متعبة على المقدمة على المركز الأول. تتقدم أول أشواط الصعوب، أول تدشين اسم في هذا العالم الساحر. وظهر الروتلي مع متعبة من القادمة. شوف الواصلة في هذه اللحظات القادمة بشعار المهيري، سعيد بن محمد بن مبارك المهيري يقدم الشاهينية مع المركز الثاني في هذه اللحظات، ولكن خلاص الروتلي حسمها مع الصعوب، الروتلي حسمها مع متعبة. الروتلي يأتي بهذا الاسم، يأتي بهذا الأداء، يأتي بهذا الإبداع مع أول أشواط الصعوب، والمهيري يحاول الأمتار الأخيرة، ولكن الروتلي مع أول أشواط الصعوب مع متعبة. سالم بن صالح بن مسلم الروتري ينتزع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية سعيد بن محمد بن مبارك المهيري، المركز الثالث مظفر بسالم الصغير العويسي. هذه النتيجة، التوقيت الزمني 2:24 ثانية، تهانينا والناموس.